غير بغيت نشير لواحد القضية. بينما أنا أحاول أن أضع الأركان ديال هذا المنتدى، إذا به تحول إلى منتدى جهوي باقتراح المندوب ديال الثقافة اللي عندنا هنايا ومؤسسة أخرى، يعني سمحوا حتى هما منخرطين في هذا المجال. وداكشي باش غنديروا واحد ان شاء الله يا ربي كنطمحوا نديروا واحد اللجنه تحضيريه اللي غادي توسع باش نخرجوا اللي عندنا في الجامعات ديك الانشطه اللي كيديروا ديك بدرت غنخرجوها، لان المنتدى الفعاليه ديالو كتكون معروفه باش يكون عندنا واحد الرمزيه. وهادشي كامل الهدف الاكثر وهو ان غنوصلوا للجهه، التوصيات ديالنا غتوصل للجهه وهي غادي تكون كذلك منخرطه بحكم حنا كنتبعوا الجهه ديالنا جهه طنجه تطوان. اذا باش يكون في البال ديالنا راه هي ملي كتجي تبرمج المسائل ديال المشاريع ديالها كتبني على هاد الشيء هذا اللي كاين في المجتمع المدني. من لذلك من الجهه ما عندهم حتى شي حاجه ديالنا حنايا يعني.